عسلامة، مرحبا بكم. هذا يا عمام مستعد السفلي الجامعي في الطب النفسي. استحسنت برشا الفكرة هذه الراسي بابنا باش يقرب شوية الخدمات الصحية من غير ما يكون هو بديل للعيادة الطبية، باش يكون هو عيادة أولية غاية منها إرشاد النصائح التوجيه. نعرف المعاناة النفسية حياة السيدة ياسر في مجتمعنا، احنا كمجتمعات في العالم الكل. نعرف برشا عباد تهشم، فهم برشا تابو في الصحة النفسية، وبالغاية باش نقربوا شوية الخدمات الصحية من غير ما تكون هي في حد ذاتها معناها عيادة طبية، باش تكون عيادة أولية غاية منها الإرشاد التوجيه. مثل ما نقول لكم من توا معناها هو السر المهني باش يقعد مضمون. كان يعني لنا باش نخدم بروفيسيونيل ما نجمش يخرج السر المهني. الاخر الغايه الارشاد زائد النصائح والتوجيه. مرحبا بكم.